السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كتعرفوا ابل طلقات الاي او اس 18 واللي جاب معها بزاف ديال الميزات اللي ما كانوش في الايفون من قبل، وبطبيعه الحال بزاف منهم كانوا في الاندرويد من شحال هذه، ولكن صحاب الايفون يلا وصلوهم. المهم ما نطولش عليك، ما تنساش واحد اللايك، اشترك في القناه وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد. ولا خصك شي تليفون سواء كان اندرويد او الايفون، مرحبا بك عندنا في رمزي ستور المحل في كازا سيدي البرنوسي فوق الكيوسكات ديال طارق. ومن هذا الفيديو كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيثقوا فينا وكيصيفطوا لنا فليسات قبل ما نصيفطوا لهم السلعه ديالهم. كنبغي نشكركم بزاف والحمد لله اللي خلاكم تثقوا فينا. المهم لوكاليزاسيون ديال المحل خليك في الديسكريبشن ديال الفيديو، ونخليك حتى انستغرام ديال المحل، نضرب شي دوره تما شوف ستوريات باش تعرف السلعه اللي موجوده. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للايفونات اللي غادي يوصلوا للاي او اس 18 هما دول اللي كيبانوا لك دابا، اولا باختصار اي ايفون وصلوا للاي او اس 17 غادي يوصلوا حتى للاي او اس 18. يعني كاع الميزات اللي غادي نهضروا عليهم كاينين في التليفونات اللي فيهم الاي او اس 18 فقط. واول ميزه معنا اللي بصراحه كانت من شحال هذه في الاندرويد ويلا وصلت للايفون، واللي هي غادي تقدر تسد اي تطبيق بالفيس اي دي. يعني اي واحد على سبيل المثال غادي يبغي يدخل لك الواتساب غادي يحتاج منه الفيس اي دي، يعني ما كنتيش تايش التليفون ما غاديش تقدر تدخل ليه، غادي تبقى مورك عليه ضغطه مطوله. شوف معايا هنايا كاين الاولى بالاحمر، الثانيه ريكوارد فيس اي دي. ملي غادي نوركو عليها بحال ما هكا غادي يعطينا جوج ديال الاختيارات، الاولى هي ندير الفيس اي دي بحال ما هكا. ها انت دابا ملي غادي نبغي ندخل الواتساب ما غاديش يدخل، غيطلب لي ضروري الفيس اي دي. ملي ما كيلقاش الفيس اي دي وكتعطل عليه كيقول لك عطيني المود باس، ولكن الا قابل التليفون مع وجهي بحال ما هكا نورك هكا صافي كيدخل مباشره. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي كاين في هذه الميزه نيت قبيله طلعوا لنا جوج، الاولى هي كدير الفيس اي دي، الثانيه هي كتقدر دير الفيس اي دي وكيتخفى ما غاديش يبقى هنا في الديسكتوب. شوف ملي غادي نوركوا على الثانيه ديال هايد اند ريكوايرد فيس اي دي بحال ما هكا يقرا لي وجهي يقول لك التطبيق راه غادي تهايدا. ها هي هايد نوركوا عليها ما غاديش يبقى. فإلا بغيتي ترجع عليه مره اخرى فين غتلقاه فخصك ضروري تجي هنايا للاخر لهاد اللايبراري وغادي تهبط لتحت كاع كيبان لك هنايا هيدن، غادي نوركوا عليها بحال ما هكا يقرا لنا الفيس اي دي عاد غادي يطلع لك هنايا غادي تدخل لي بحال ما هكا خصو عاوتاني يقرا لك الفيس اي دي عاد يدخل. الا بغيتي ترجع عاوتاني للديسكتوب غتبقى مورك عليه ضغطه مطوله بحال ما هكا وكتمشي الاختيار الثاني دونت ريكوارد فيس اي دي يقرا لك وجهك بحال ما هكا صافي كيولي طالع لك هنايا. المهم بان لي كاع مرجع هنايا للديسكتوب غتجي هنا تبقى مورك عليه ضغطه مطوله وتحطو بحال ما هكا تجيبو لهاد شي باج بحال ما هكا وتطلقو. بالنسبه للميزه الثانيه واللي انا شخصيا كنعتبرها اهم ميزه في اي او اس 18 وهي في حال كان عندك ماك بوك اشنو غادي دير؟ غادي تمشي لبلاصه ديال التطبيقات بحال ما هكا وغادي تلقى هاد لابليكاسيون اللي جديده تزادت عندك اللي الاسم ديالها ايفون ميرورين، غادي تورك عليها بحال ما هكا وغتسنى واحد شويه. دابا انا الايفون ديالي شاعل داكشي علاش البي سي طالع عليا بحال ما هكا، مجرد ما غادي نطفي ليكرون بحال ما هكا غنصبر واحد شويه شوف معايا في البي سي. دابا الايفون ديالي ولا طالع عليا هنايا كامل في البي سي، يعني نقدر نحط مثلا الايفون هنايا في الجنب نخدم كيما بغيت في البي سي، ندخل لاي بلاصه بغيت وكتقدر تحكم فيه كيما بغيتي غير بلا صوري. نقدر على سبيل المثال نمشي للتطبيق ديال النوتس ونكتب اي حاجه بغيت، مثلا دير لايك تقدر تكون نسيتي انا فكرتك فيها دابا. في حال دخلتي اي بلاصه وبغيتي تخرج كتجي هنايا الفوق كتورك على هذه الفوق كيرجع لك للهوم. تقدر تمشي للواتساب تكتب فيه اي حاجه بغيتي ما كاينش مشكل، المهم بحال خدام التليفون ديالك شادو في يدك ما كاين حتى شي فرق. غادي تقدر تدخل سبوتيفاي وتخدم اي حاجه بغيتي، واي حاجه خدمتها هنايا مثلا في سبوتيفاي على في يوتيوب كتسمع لك من الماك، الصوت كاع ما كيخرج من التليفون وانما من الماك. يعني بخلاصه التليفون ديالك كامل كيولي عندك هنا في بي سي بلا ما تبقى شاد التليفون في بي سي، كتشد بي سي والتليفون راه عندك في ليكرون نيت. وكما قلت لكم بالنسبه لي انا شخصيا هذه هي اهم ميزه في هذا التحديث الجديد لان بصراحه نفعتني بزاف. بالنسبه للميزه اللي من وراها واخيرا ولا بامكانك تكستمايز الهوم كما بغيتي، غادي تبقى مورك ضغطه مطوله بحال ما هكا غادي نمشيو على ايديت غاتورك على كاستمايز. شوف لي لي زيكون هنايا نقدر نرجعهم باللون الكحل، تقدر تخليهم اوتوماتيك يعني كنتي داير دارك مود غادي يوليو كحلين، كنتي داير لايت مود غادي يوليو بيضين. والحاجه اللي زوينه بزاف هو تقدر تورك على هاد الاخرانيه كاع وكتختار انت اللون اللي بغيتي. كما قلت لكم انا كيعجبني الازرق بزاف بحال ما هكا، وتخيل معايا غادي تبدل الباك جراوند ودير لي شي تصويره حتى هي ماتش وتكون فيها الزرق ولا الكحل غادي يبان واعر. شوف معايا التشكيل وقول لي كيفاش جاك. المهم من بعد ما تبقى تخدم به بزاف تقدر تطلع شي لوك اللي هربان. الحاجه الثانيه اللي تزادت عاوتاني هذه كاينه في الاندرويد من النهار بدا الاندرويد يلا وصلت للايفون ماشي مشكل، كتقدر تحرك لي زيكون كما بغيتي، تقدر تجيب هذه هنا تحطها هنا طلع على الفوق، المهم كتستف داكشي كيما بغيتي. واحد الميزه نسيت ما وريتهاش لكم عاوتاني كتفرك على ايديت نمشي كاستمايز. الا قريتي معايا هنا كاين سمول وكاين لارج، ملي كنخليوها سمول كتلقى لابليكاسيون بحال ما هكا والاسم ديالها لتحت، الا درناها لارج كتزيد تكبر لابليكاسيون واحد شويه ولكن الاسم ديالها كيغبر ما كيبقاش. المهم كل واحد شنو غادي يفضل. واخر حاجه واللي عجبتني انا شخصيا بزاف هما الويدجيتس، على سبيل المثال هذه صغيره بغينا نكبرها واحد شويه ما كاينلاش تحذفها وتعاود تحطها مره اخرى، لا غتبقى مورك ضغطه مطوله على ليكرون بحال ما هكا وتشد غير هنا من الجنب وطول بحال ما هكا نقدروا نزيدوا نكبروا كاع بحال ما هكا. هاد اللعيبه ما كانتش من قبل يلا تزادت. وعاوتاني اللي بقيتي مورك على ضغطه مطوله كيعطيك الاشكال ديال هنايا يعني كيسهلوا لك الخدمه. شوف معايا مزيان نقدروا نوركوا على هذه كطوال، الا بقينا موركين عليها بغينا مثلا تكون مربعه نوركوا على هذه كتزيد صغار، لا سيدي حنا بغينا كبيره نبقاو موركين عليها ونختاروا هذا الشكل مثلا صافي كتولي كبيره. بالنسبه للميزه اللي من وراها خاصه بالكونترول سنتر واللي كيجينا على هذا الشكل
كتوراك مثلا هنايا كيطلعوا لك كاملين بلاصه الواي فاي بلاصه الاير دروب بلاصه الاير بلين مود، واللي زوين فيه كتقدر تحكم في هادشي كامل. على سبيل المثال لو ركنا على هاد الزائد غادي نجيو حنا سيدي الكالكولاتريس، تقدر تكبرها بحال ما هكا، تجي مثلا الكاميرا بلاتي نجرها بحال ما هكا حتى هي نقدروا نكبروها. المهم كتحكم في هادشي كما بغيتي، بغيتي هادي مثلا ما عجبكش الفوق وتهبط لتحت ما كاينش مشكل، كما قلت لك تقدر تكاستمايزي داكشي كما بغيتي. والحاجه اللي زوينه عاوتاني ولاو عندك هنا بزاف ديال لي باج، كل حاجه محطوطه بوحدها. على سبيل المثال هنا بحال جامعين لك كلشي، الا طلعنا بحال ما هكا عندك البلاصه الخاصه بالميوزيك، الا عاودنا طلعنا هنا غتلقى داكشي بوحدو ديال الاير بلين ديال الاير دروب ديال الواي فاي ديال الكارت جي مثلا ولا 5 جي. وفي حال هادشي كامل ما قدكش تقدر دير بحال ما هكا وعندك باج وحده اخرى جديده وتحط فيها داكشي اللي بغيتي. غنديروا مثلا دارك مود وتحطوه هنايا صافي، هم ولو عندك دابا 4 ديال لي باج، وكتقدر تنقل بيناتهم غير بحال ما هكا غير من الجنب باش تنقل بسرعه. والميزه الجديده عاوتاني هذا العام اللي كاينه في اي او اس 18 واللي ما كانتش من قبل، وهي هاد الاختصارات اللي كاينه في ليكرون، وكتقدر تكاستمايزي كما بغيتي. شحال هادي ما كانتش، غادي تبقى موراك ضغطه مطوله بحال ما هكا، نوركو على كاستمايز، نمشيو لوك سكرين، ودابا مثلا الفلاش ما عجبنيش ماشي مشكل، نقدر ندير بحال ما هكا الزائد كنحيدو ندير الزائد، وعلى سبيل المثال نقدر نديرو الدارك مود مثلا. هاد الكاميرا ما عجبتنيش نقدر نحيدها ونورك عاوتاني على الزائد ونختار شي لعيبه، نقدر نختار مثلا الكارت جي صافي تورك على دان. دابا في كل مره غنورك على هذا غيتاكتيفا الدارك مود اولا غادي ديزاكتيفا، الا عاوت وركش عليه غاديش اكتيفا. اما الا بقيتي مورك على هذه الضغطه مطوله غادي تطلق ليه الكارت جي. المهم حتى غادي تكاستمايز هذا الشيء وتشوف داك الشيء باش يقدر ينفعك. الميزه الجديده عاوتاني اللي دايره بوم وكل شيء كيهضر عليها هو الطريقه اللي كنتحكموا بها في الفلاش. غتقدر تشعل الفلاش بحال ما هكا ولا كيطلع لك على هذا الشكل، الا بغيتي تزيد الفلاش كتزيد بحال ما هكا، بغيتي تنقصو كتنقصو بحال ما هكا. هاد اللعيبه كانت العام اللي فات ماشي شي حاجه اللي جديده، غير الطريقه ديال التحكم هي اللي جديده. العام اللي فات كانوا بحال واحد الدرايجات، دابا لا ولا كيطلع لك بيل هنايا وكتقدر تحكم فيه بحال ما هكا. الحاجه اللي جديده هاد العام هو الاتجاه ديال الفلاش حتى هو كتحكم فيه. على سبيل المثال الا درنا بحال ما هكا كيولي بحال منيش لواحد البلايصه بالضبط، اما اللي درنا ليه بحال ما هكا كيولي الضو بحال اللي قلتي مشتت كيضرب في واحد المساحه اللي كبيره. انا غادي ندور لك بحال ما هكا باش يبان لك، دابا الضو بحال مشتت، دابا الضو مشتت كيضرب في مساحه اللي كبيره، اما اللي درنا ليه بحال ما هكا كيولي منيش في واحد البلاصه ديريكت بحال اللي كيدور لنا واحد النقطه بالضبط. وبطبيعه الحال كل ما هبطتي يدك غادي تنقص الضو، كل ما طلعتها كل ما كيتزاد. بالنسبه لهاد الميزه اللي غنوريك دابا والله الا بصراحه حشمت نوريها لكم، لان من نهار بدا الاندرويد هي فيه، ولكن ماشي مشكل داكشي اللي خرج خصني نوريه لكم وصافي. دابا ملي كتبدا تسجل في شي فيديو ولا بامكانك توقفوا من هنايا، جا شي واحد كيهضر معاك مثلا ولا شي لعيبه كتقدر تورك هنايا كتوقف التسجيل بلا ما تقطع الفيديو، بمجرد ما تسالي الهضره ديالك معاه ولا تخدي داك الغرض اللي بغيتي كتورك بحال ما هكا كيكمل لك على الفيديو. كانت 4 ثواني هاي ولات 5 ولات 6 وكتبقى غادي، يعني عاود ما يكون عندك جوج ديال المقاطع يكون عندك غير مقطع واحد. وكما قلت لكم هذه راه من شحال هذو كاينه في الاندرويد. بالنسبه لهاد الميزه اللي غادي نوريك دابا انت غادي تبان لك جد بسيطه، ولكن كون اكيد انها غادي تختصر عليك بزاف ديال الوقت. وهاد الميزه كالتالي، ملي غادي تطابي شي نمره مثلا انت حافظها، مجرد ما كتبداش تكتب فيها قبل ما تكملها كيعطيك الاسم ديالها. بحال دابا هنايا مع دخلت النمره قال لي هادر ديال فلان فلاني، ها هو عطاني الاسم هنايا، نتوما غيبان لكم كان عليه الضبابة باش ما طلعش لكم النمره كامله، فنقدر نورك غير على السميه بحال ما هكا كتطلع لي النمره كامله. الميزه اللي من وراها خاصه بالاله الحاسبه. واخيرا ولا بامكانك ملي تكتب مثلا شي رقم غلط تقدر تورك غير بحال ما هكا وكتمسح. وغير باش تعرف واش في الفيرسون اللي قديمه راه كان بامكانك تمسح، كنتي كتجر بحال ما هكا كتسوايب للجنب، دابا ما بقاش لا سوايبيتي هنايا كيعطيك لي ستوري. المهم في حال كنتي دير شي عمليه حسابيه كبيره وبغيتي تمسح كل شيء كتبقى موراك ضغطه مطوله هنايا كيمسح لك كل شيء. ولا شتي معايا هنا لتحت ولا عندك ثلاثه ديال الاختيارات او اربعه ديال الاختيارات، كاينه البيسك هي هذه اللي كنخدموا بها، كاينه هذه اللي كنقولوا حنا العلميه، وبالنسبه لهاد الاخرانيه كاع كتقدر تكونفيرتي بها العملات. على سبيل المثال من الاورو للدولار غادي نجيو نديرو حنا 500 اورو كيعطيك هنا بالدولار شحال. غير هو للاسف ملي قلبت هنايا على موروكو ما عطانيش، درنا ماد زعما هي الدرهم المغربي والو. غادي نجيو نديرو الدرهم عطاك غير الاماراتي، علاش ديال المغرب ما كاينش ما عرفناش. واجي نبقاو حتى في العمليات الحسابيه، الا مشيت لهاد التطبيق ديال النوتس حتى هو عدلوا عليه بزاف. نجيو هنا مثلا تقدر تكتب مثلا 3 فوق 3، نجي هنا نديرو تساوي. الا لاحظتي معايا كيحسب لك بشكل اللي مباشر، عطانا كتساوي 9، انا غير درت التساوي صافي عطاني المجموع اللي هو 9. ونزيدك ماشي غير بهذه الطريقه، تقدر تمشي هنا للقلم وتكتب لي 3 فوا 3 تساوي. شوف انا كتبتها غير بالخط ديال يدي هو فهمها، قال لك اسيدي واش نحل لك هذه العمليه؟ قلت لي نوركو على سولف، حتى هو كتب لي بالخط ديال يدي نيت هي 9. المهم كما قلت لكم هذا التطبيق ديال النوتس راه زادوا فيه بزاف ديال الميزات اللي واعرين. نزيد نوريكم بحالاش، بحال مثلا هذه الكتبه انت عندك شي ارتيكل كبير مثلا تقدر تمشي للجمله اللي بغيتي تورك عليها بحال ما هكا، وغادي تجي لهنايا وتقدر تغلط الخط بحال ما هكا، تغلطو تشكي الخط بحال ما كيكون مايل، دير تحتو شي خط، دير وسطو خط، تقدر تبدل لي اللون ديالو
نختاروا مثلا البيربل او لا هذاك الازرق. المهم عطى الله ما يدار ضر هناك تكتب ارتيكل على قدو عندك ساعه تهزو تحطها في البلوك ديالك ولا. ولكن اول حاجه عجبتني وفي نفس الارتيكل على سبيل المثال كتبت هذا العنوان اللي هو صلي على رسول الله او لا صلوا على رسول الله، نسيت هنا واحد الالف. كما قلت لك نقدر تحتها نحط مثلا واحد الاوديو، بغيت نشرح هذه الجمله اللي حطيت نقدر ندير تحتها اوديو. غادي تورك هنايا ونمشيو لهاد الثانيه ريكورد اوديو نوركو عليها بحال هكا ونقدر نسجل كما بغيت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، نورك بحال هكا نورك على ضن ونقدر نعاود نكتب اي حاجه بغيت. صلى الله عليه وسلم، نقدر عاوتاني نهبطوا لتحت شويه ونديروا بحال هكا ونعاودوا نسجلوا اوديو واحد اخر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، تورك على ضن وكيتحط لك هنايا. اذا انت كتقرا في الارتيكل شي لعيبه اللي بغيتي تشرحها مثلا بالاوديو ماشي مشكل، تقدر تورك غير بحال هكا على بلاي وغادي نسمعوا غنسمعوا داكشي اللي سجلنا. اسمع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، نمشيو للاوديو الثاني اخر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وكتبقى غادي بحال ما هكا. ممكن ما قلت لكم التطبيق ديال النوتس داروا فيه شي لعيبات اللي خطيرين، انا حاولت نعطيكم داكشي اللي غتخدم به بزاف، اما هو راه باقي ما يدار. بالنسبه للميزه الجديده عاوتاني اللي داروا في iOS 18 واحد الميزه اللي واعره، غادي نمشيو للسيتينغز او للاعدادات، غادي نمشيو للاكسسبيليتي، الى هبطنا واحد شويه لتحت غادي تلقى فوكال شورت كات، غادي نوركوا عليها ونوركوا على السيت اب، نوركوا على السيت اب الاولى كونتينيو وتختار الاختصار اللي بغيتي من هنايا. على سبيل المثال غادي نمشي انا فلاش لايت نورك عليها بحال ما هكا، كيقول لك عطا شي سميه نكتبوا عليها فلاش لايت، نورك على جو هنا كيقول لك انتقى فلاش لايت. ها هو قرا المره الاولى، دابا نعاودها فلاش لايت، باقي لي المره الثالثه فلاش لايت. صافي دابا راه تقرا، نورك على كونتينيو، التليفون ما خدم فيه حتى شي حاجه، غادي نطقها لي نشوف واش غادي يخدم ولا لا. فلاش لايت ها هو خدمه، الا بغيتي ديزاكتيفي خصك تعاود تقول عليه. نقرب بحال هكا فلاش لايت، صافي دابا ديزاكتيف. المهم واش انت غادي تستافد من هذه الميزه ولا لا ما عرفتش، ولكن خصك تعرفها وصافي. الحاجه اللي عاوتاني زادوا جديد هذا العام وهو التطبيق الجديد اللي سميتو باسورد، الا دخلنا عليه غادي يطلب لنا الفيس اي دي، هنا كاع المود باسات ديالك غادي تلقاهم. يعني بحال قلتي هذا التطبيق غادي يغنيك على دوك لي زابليكاسيون الاخرين، بحال على ما اظن شي واحد سميتو وان باسورد، كاين واحد اخر سميتو بيت واردن ولا شي لعبه بحال ما هكا، واحد التطبيق الماني. المهم كاع التطبيقات ديالك كاملين كاينين هنايا، تقدر تدخل تشوف مود باسات تشوف كلشي. واش تقدر انت تزيد شي حاجه، دير مثلا فيسبوك تكتب مود باس والايميل ديالك وكلشي. المهم هذا التطبيق ينفعك بزاف وبصراحه انا فرحان به، غير هو كان شي حاجه حساسه بزاف ما ديرهاش هنايا. انا كنامن بالورقه والسيلو، انا شخصيا عندي جوج ديال الدفاتر كنكتب فيهم كاع المود باسات ديالي، وهادشي اللي ننصحك ديرو الا كان شي حاجه اللي حساسه يعني فيها اللعاقه فيها شي لعيب راك عارف. بالنسبه للميزه اللي من وراها بصراحه ما غاديش تبان لكم لان الحواف ديال هاد لانكاساب اللي ركبت انا بانوا لي عراض واحد شويه. المهم الميزه كتالي، ملي كتورك على شي بوطون بحال هكا كتزيد الصوت اولا كتنقص الصوت اولا كتورك على الاكشن باتن كيبان بحال واحد انيميشن هنايا في الجنب، بحال التوركه اللي درتي كتدخل في ليكرون داخل كيعطيك واحد انيميشن اللي زوين. نجيو عاوتاني للميزه اللي من وراها اللي بانت لي ما غاديش تنفعك حتى شي حاجه لانها غير عمليه ولكن خصك تعرفها وصافي. غادي تجي للسيتينغز او للاعدادات، غتمشي للاكسسبيليتي، غادي نهبطوا واحد شويه لتحت في هنايا اي تراكين، يعني تقدر تحكم في الايفون ديالك غير بعينيك. غادي نوركوا عليها بحال هكا ونأكتيفيوها من هنايا، وغادي يعطيك هذا البوطون خصك تبقى متبعها بعينيك. نتسنى واحد شويه غادي نبقى نتبع هذا البوطون بعينيك. المهم خليتها تكمل ورجع لكم باش بلا ما يجي الفيديو طويل بزاف. انا دابا من بعد ما كملت نقدر نتحكم في اي حاجه غير بعيني، كما قلت لكم راه غير عمليه الخوت بلا ما تجربوها. دابا انا فريك كنشوف اي تراكين، غادي نهبط لهذا اللي تحتو هنايا، نهبط لتحتاني كاع. ممكن قلت لكم راه انت هو بدا كيخربق، ريح ريح اوليدي ريح. ممكن قلت لكم هادشي غير عملي بلا ما تجربوا، معلومه خليها في راسك وصافي. اما هاد الميزه اللي غنورك دابا جد عمليه، كما كتعرفوا شحال من مره كتسمعوا اولا كنسمعوا ديما من الاحسن الايفون يوصل 90% حيدو من الشارج، من الاحسن يوصل 95% حيدو من الشارج. ها يا سيدي ابل دارتها لك هنايا في الاي او اس 18، غتدخل الباتري هنايا غادي نمشيو للتشارجين هاد الاخرانيه وكيعطيك هنايا كلشي. الا جرينا هذا وحطيناه مثلا في 90 بمجرد ما الايفون غادي يوصل 90 غادي يوقف بوحدو ما غاديش يوصل لك حتى ل 100. الا جبتيه مثلا هنايا 85 بمجرد ما يوصل ل 85 غادي يوقف في الشارج بوحدو. المهم هذه الميزه دارتها ابل هنايا بلا ما تبقى تبرز راسك، ولكن انا معكس نخليها 100% سيت ليميت جو 100%. يس يس ماي فريند. بالنسبه للناس اللي عندهم الايفون 15 برو وال 15 برو ماكس والسيري ديال 16 كامله، كما كتعرفوا عندهم الاكشن باتن اللي كتقدر تكستمايزها هنايا كما بغيتي. الحاجه اللي تزادت هذا العام، هادشي كامل كان العام اللي فات، الحاجه اللي زادوا هذا العام هي هذه كنترول، تقدر تختارها وتورك هنايا تشوز تختار شي لعيبه. على سبيل المثال غادي نختار انا الدارك مود، ودابا بمجرد ما غادي نبقى مورك على الاكشن باتن كيتاكتيف الدارك مود، نبقى عاوتاني مورك عليها كيديزاكتيف. واخر ميزه معنا في هذا الفيديو خاصه بالمتصفح ديال سفاري، زادوا فيه شي لعيبه اللي زوينين. على سبيل المثال انت كتقرا في شي ارتيكل بمجرد ما كتورك هنايا وكتختار شو ريدر وتقدر تورك هنايا وتبدل الباك جراوند. مثلا انت كتقرا بالليل تقدر دير بحال ما هكا ترجع بالك حل باش عينيك كاع ما يضروك، وفي نفس الوقت الا كنتي معقد وما فهمتش تقرا تقدر تورك هنايا ودير ليسن تو بيج نوركو بحال ما هكا غادي يبدا يقرا لنا غير بوحدو.
شي كيبدا يقرا لك غير بوحدو، ولكن اللي واعر فيهم كاع بزاف كيطلع لك شي اشهار، كيطلع لك شي تصويره ما كتعجبكش، ما عليك غير تورك هنايا وغتجي لهاد الاولى هاي ديستراكشن ايتيمز، غتورك عليها نوركو على اوكي ونسيليكسيونيو هاد التصويره مثلا ونديرو هايد. صافي هي طارت ما بقاش تطلع ليا قبل مره، هاد لارتيكل واخا ترجع لي مره اخرى ما غاديش تطلع لك التصويره. صافي نوركو على دان. في حاجه بغيتي ترجع مجرد ما غتورك هنايا غتجي لهاد الثانيه شو هيدن ايتيمز تورك عليهم غترجع لك التصويره. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، الا عجبتك البوشيط بعدا راه متوفر عندنا في المحل، انا عارف شحال واحد غادي تعجبو وغادي يسولني عليها، انا قلت لك دابا شنو كاين، هذه راه متوفر عندنا في المحل، الا كان عندك 16 برو ماكس في اللون الذهبي هذيك الديزرت الاخراني غادي تجي واعره، وكاين حتى واحده اخرى بلاتي نتيستيها، هذه تقدر تعجبكم اكثر من الاول، هذيك تقسم على جوج. انا عاوتاني الله الا ناضيه البوطون هنا ديال الجن ديال الكاميرا تاعي خدامه، الله الا كلشي ناضي. المهم تايرا متوفر عندنا في المحل. المهم احسن حاجه تقدر دير هو تدخل الانستغرام ديال المحل اللي خليت لك في الديسكريبشن ديال الفيديو وتهز النمره من البايو ديال الانستغرام وتعيط ديك الساعه وتسول على داكشي اللي بغيتي واش كاين ولا لا، ماشي الا كان نقول لك جيلي او الليفري ولك ما كانش بلا ما تمحل وهذا ما كان. المهم تسناو الفيديو الماجي غادي يكون ان شاء الله نهار السبت او نهار الحد مع ديك 5:30 ل 5 ديال العشيه، غتكون فيه واحد الربحه ان شاء الله وهذا ما كان، في امان الله.